السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نرحب بكم المحاضرة 11 بعنوان Horizontal Relationship، تكملة لسلسلة محاضرات الماكسيلومانديبولار ريليشن. أوكي، وصلنا إن شاء الله لهوريزونتال ريليشن. إذا تذكرون إحنا من قسمنا الماندبيلر موفمنت قسمناها إن 3 بلين. زين، أخذنا بالنسبة للفرونتال، كنا بالنسبة للفرونتال شو أخذنا؟ أخذنا الفيرتيكال ريليشن. بالنسبة للساجيتال أخذنا الأورينتيشن ريليشن. بقلنا الهوريزونتال بلين راح تمثل لنا بالهوريزونتال جو ريليشن. إذن الهوريزونتال جو ريليشن هي ريليشن الماندبل تو ماكسيلا إن هوريزونتال بلين. نقصد بيه بالهوريزونتال بلين anterior posterior and lateral right and left. This is the summary of horizontal relation. بالنسبة للhorizontal relation there is two classification. عندنا centric jaw relation وعندنا eccentric jaw relation. زين، بمنه راح نعرف شنو centric jaw relation؟ راح نعرف لأن هي eccentric راح تكون ما عدا centric jaw relation. centric jaw relation تتحدد علاقة الماكسيلا بالماندبل من يكون البوزيشن مال كوندايل in a specific condition in relation to glenoid fossa. يعني السنتريك جو ريليشن من راح يكون الماندبل يحدده، مو علاقة الأسنان ببعضها، راح يحدده علاقة الكوندايل زين بالجلينويد فوسا. إيش وقت نحصل على سنتريك جو ريليشن؟ من يكون الكوندايل contact the thinnest portion, thinnest avascular portion of the articular disc. هذا articular disc قاعد شوفه زين، بي posterior part, anterior part والميدل يكون thinnest part. فمن الكوندايل مسوي contact with this thinnest avascular part of the articular disc زين، راح يكون بالcentric relation. إضافة هاي الكومبلكس of the condyle and articular disc يكون علاقته بالنسبة للglenoid fossa أو المانديبولار fossa يكون in the most anterior superior part of articular eminence slope. هذا السلوب من ضمن الكلينويد فوسا. فمن يكون الكوندايل والارتيكولار ديسك علاقته بالانتيرير سوبيرير بارت اوف الكلينويد فوسا، هنا راح نطلق عليه مصطلح السنتريك جو ريليشن، وما لنا علاقه يعني ما له علاقه بالاسنان. يعني السنتريك جو ريليشن ما له علاقه بالاسنان، لذلك احنا راح نستفاد منه بالكومبليت، لان يعني بالكومبليت ما عندنا اسنان. فشون نريد نحدد النورمال ريليشن بين الماكسيلا والماندبل؟ ما راح نقدر نعتمد، لان يعني اصلا ما عندنا اسنان بالكومبليت دنشر. زين، فلذلك راح نعتمد على شنو؟ على السنتريك ريليشن اللي هي علاقه الكوندايل والارتيكولار ديسك بالجلينويد فوسا. اذا هي علاقه بون تو بون، اذا هي علاقه بون تو بون. زين، هسه راح تشوفون شنو الامبورتنس مالتها، ليش راح نسوي. اول شيء ما لها علاقه بالاسنان، فلذلك اذا عندنا سواء الاسنان مفقوده او عندنا مشكله، هي مو بس بالكومبليت دنشر يعني نستفاد من ده. كذلك ان شاء الله قلنا لكم هي الثاني هو اساس لكل الفروع الاسنان، يعني حتى بالاورثو زين بالاوبرتيف، اذا انت عندك مشكله بعلاقه الاسنان شلون تريد ترجح للطبيعي الريفرنس مالتنا، لان يعني هاي العلاقه ما تتغير، هاي العلاقه ثابته. زين، سواء البيشنت عنده اسنان، البيشنت ريليشن مال الاسنان مالته اب نورمال، نرجع للاوريجن للاصل، للعلاقه الثابته هي السنتريك جو ريليشن. نرجع ونقول نختصرها علاقه الكوندايل زين والارتيكولار ديسك هذا الكومبلكس ويا السلوب اوف ارتيكولار ايمينس اللي هو بارت اوف كلينويد فوسا زين، اللي هي بون تو بون ريليشن. زين، لعل شنو علاقه الاسنان؟ يعني هاي علاقه الاسنان، العلاقه الريليشن الريليشن بين اوبوزينج تيث، احنا شو نسميه اوكلوجن، قاعد يصير اوكلوجن بين الابر اند لور تيث. هاي العلاقه بين التيث نسميها سنتريك اوكلوجن. هاي سنتريك اوكلوجن شو وقت نحصلها؟ من يكون الكوندايل مالتنا بالسنتريك ريليشن، اني كونتاكت، سواء كان الكونتاكت ان رايت واي abnormal، هذا الكونتاكت between the upper and lower teeth من يكون الكوندايل بالسنتريك راح نسميه سنتريك اكلوجين، نسميه سنتريك اكلوجين. بينما اذا علاقه الاسنان
لا بالعلاقة الصحيحة اللي هي يسموها maximum intercuspation، يعني الأسنان شون نسميها integrated to each other. زين شون يعني الملكان مصفطة بالضبط. زين يعني هسه قاعد يشوفون هنا شلون اكو سبيسينج وهنا لا صار بها انترجريديشن. زين علاقه متعشقه وحده باللخ، يعني بالعلاقه تحس العلاقه الايديال العلاقه الصحيحه. هذا علاقه الاسنان بغض النظر، علاقه الاسنان زين بغض النظر، بغض النظر عن علاقه الكوندايل، سواء الكوندايل مكانه الصحيح بالسنتريك متقدم شويه متاخر، هاي العلاقه نحصلها علاقه الاسنان tooth to tooth relation، هاي نسميها maximum intercuspation. طبعا هسه اريد الخصها حتى ما تدخون عليها. بالبدايه احنا عندنا الاساس السنتريك ريليشن هي ما لها علاقه بالاسنان، ما بوع على الاسنان، علاقه الكوندايل والديسك بالجلينويد فوسه او قلنا السب اوف ارتيكولار ايمينس. مره الكوندايل اذا كان هذا البوزيشن بهذا البوزيشن، هسه نرجع نشوف هاي بون تو بون ريليشن، نرجع نشوف توث تو توث ريليشن. اني كونتاكت بهاي النقطه سواء كان ماكسيمم انتركاسبيشن او ما حصلنا ماكسيمم انتركاسبيشن، هاي نسميه سنتريك اكلوجن. يعني مره سنتريك اكلوجن مره يطابقه السنتريك الاكلوجن. زين السنتريك اكلوجن مره يطابق السنتريك العفو الماكسيمم انتركاسبيشن مره يطابقه للسنتريك اكلوجن، يعني راح يكون هم ماكسيمم انتركاسبيشن هم الكوندايل مكانه الصحيح، ومره لا الماكسيمم انتركاسبيشن راح يكون فورورد يعني لي قدام، يعني الا شويه يسوي بروتروجن للماندبل سلايت بروتروجن فورورد يلا نقدر نحصل الماكسيمم انتركاسبيشن. اذا هنا راح يكون الماكسيمم انتركاسبيشن هو مو نفسه السنتريك اوكلوجن. طبعا بالنورمال طبعا بالايديال هاي بالايديال راح يكون الماكسيمم انتركاسبيشن مطابق لل سنتريك ريليشن واللي هو نفسه سنتريك اوكلوجن. بينما ان كومون ان كومون ان كومون اذا تحس بالماندبل مالتك حاول تحركه باكورد يعني ارترودد تسويها، راح اشوف الاسنان مالتك ما صار بها كومبليت اكلوجر ما متعشقه. هاي هناش عندك السنتريك اكلوجن صاير باكورد تو ماكسيمم انتركاسبيشن. طبعا بالنورمال دائما اغلب الكيسات راح البيشنت زين اغلب البيبل راح يكون السنتريك الماكسيمم انتركاسبيشن فورورد to centric occlusion. يعني هسه هنا احنا حصلنا شنو هسه بهاي الصوره احنا حصلنا centric occlusion من يكون الكونتايل بالcentric relation. بس شنو المشكله قاعد يشوفون اكو سبيسينج ما يعني هالبيشنت ما مرتاح على هذا البوزيشن، هاي ما صاير ماكسيمم انتركاسبيشن ما متعشق الاسنان بعضها فيحتاج شويه فورورد موفمنت زين على مود يحصل ماكسيمم انتركاسبيشن. احنا حاليا بالكومبليت هذا طبعا بالنورمال هذا طبعا اكو رينج المفروض ما يعبر النص مليم او 1 مليم هذا الديفرنس، هذا طبعا نورمال يعني البيشنت راح يصير عنده ادابتيشن وما عنده مشكله به، هاي بحاله الناتشرال تيث. بس احنا بالنسبه بالكومبليت دنشر احنا ما نريد هذا، نريد السنت الماكسيمم انتركاسبيشن مطابق للسنتريك اوكلوجن من يكون الكوندايل زين بالسنتريك ريليشن. فلذلك انا راح من اسوي ريجستريشن اساسا، ليش قاعد ادرسه؟ حتى اريد اسوي ريجستريشن زين للسنتريك ريليشن من يكون الكوندايل حتى اسوي ماكسيمم انتركاسبيشن، يعني بعد البيشنت ما يحتاج يسوي سلايت بروتروجن زين حتى يحصل الماكسيمم، لان اذا اختلف الماكسيمم انتركاسبيشن عن السنتريك ريليشن هذا البروتروجن اللي البيشنت يريد يقدمه البيشنت بهاي الحاله استرسم لكم اياها اوضح لكم اياها. يعني هسه هذا البيشنت عنده الاسنان ما مطابقه اكو سبيسنج، راح شويه يقدم فورورد حتى يحصل هاي ماكسيمم. احنا هذا ما نريده بالكومبليت لان هاي الفورورد موفمنت هو ريموفابل زين، ويريد يحرك راح يسوي فورس على الدنشر راح يصير بيه ديسلوجمنت، هذا ما يفيدنا بالش اسمه. طبعا اكو بالنسبه للحالات النورمال اذا هذا زاد الفورورد موفمنت حتى بالناتشرال تي يسوي لنا مشاكل ويسوي لنا مشاكل بالدي ام جي زين.
فلذلك هي طبعا بها رينج يعني نص مليم 1 مليم حسب الادابتيشن مال البيشنت. كل ما زادت كل ما راح تسوي لنا مشاكل. اذا طبعا هنا حتى قبل ما ننتقل شنو فوائد السنتر كوريليشن، اي علاقه خارج هاي السنتر كوريليشن، اي علاقه يعني كوندايل، وضع الكوندايل زين بالفوسه غير هذا شنو نسميه؟ نسميه اكسنتريك، يعني علاقه الماكسيلا للمانديبل غير ما عدا علاقه السنتريك راح شنو نسميه؟ السنتريك جوريليشن. طبعا ان جنرال شنو نقسمها؟ نقسمها بروتروسيف بوزيشن او بروتروسيف ريليشن، من يكون الماندبل متقدم على الماكسيلا مسوي فورورد موفمنت، زين هاي اخذناها بالموفمنت تراجعوها زين، ومن يكون الماندبل لاترالي سواء كان بالرايت او كان بالليفت، هاي يسموها الاكسنتريك جو ريليشن. زين نجي نرجع ليش يعني هسه شفتوا يعني كل اعتمادنا حتى نرجع علاقه الماكسيلا للماندبل بالهوريزونتال ريليشن، كل اعتمادنا على السنتريك ريليشن. اذا هي ريفرنس بوزيشن، انا ما عندي اسنان، البيشنت هو جاني 8 دي انشولاس، شلون ارجع مثل ما كانت الاسنان العلاقه مالتها؟ الاسنان انفقدت بس السنتريك ريليشن ثابته ما تتغير. السنتريك ريليشن خلال عمر البيشنت كلها ما تتغير ثابته، اذا هي تعتبر ريفرنس بوزيشن، اقدر اتعلمها اقدر اعيدها مره مرتين، يعني هي يعني بالاعاده هي تعطيك نفس النتيجه نفس البوز، كل من عنده سنتريك ريليشن ثابته ما تتغير، اقدر اسجلها. اذا من اقدر اسجلها اقدر اعتمد عليها حتى شنو تعتبر ستارت بوينت فور ديفلوبينج انكلوجن، من عندها ابدا اقدر اسوي علاقه الماندبل من الماكسيلا وعلاقه الابر اند لور تيث، هذا الاكلودينج بتوين تيث هاي يسموه اكلوجن. الاكلوجن شنو معناها؟ علاقه الكونتاكت بين الابر اند تيث هاي نسميها اكلوجن، بس انا الكونتاكت لازم اسويه بالصوره الصحيحه. طبعا كل الفانكشن موفمنت مثل التشوينج السوالوينج زين راح يعني من انا اريد اسوي تشوينج او اريد اسوي سوالوينج الكونتاكت يرجع لهذا البوزيشن زين، من اريد سواء عندك اسنان ما عندك اسنان يرجع لهذا البوزيشن، اذا هذا البوزيشن ثابت. ليش؟ لان قلنا هو بون تو بون ريليشن، علاقه الكوندايل والارتيكولار ديسك بالجلينويد فوسه، فاذا من تريد تسوي تشونج يريد يستند على هارد سيرفس، فشنو يعتمد على البون، فلذلك التشونج والسوالوينج راح تعتمد على السنتريك ريليشن. زين هسه نجي شنو الميثودز فور ريكوردينج اوف سنتريك، شلون من اخذنا الفيرتيكال دايمنشن كذلك بها ميثود، نجي بالميثود اللي نقدر نسوي ريجستريشن للسنتريك ريليشن. عندنا اول شيء الفانكشن ميثود، قلنا هاي السنتريك ريليشن تعتبر هي بوينت فور فانكشن، قلنا للتشوينج للسوالوينج زين. ف بالفانكشن ميثود عندنا ماني تايب، اول ميثود نيدلز هاوس تكنيك زين. بالنسبه للنيدل هاوس تكنيك انتوا وصلتوا لي وين هسه؟ احنا لحد الان انتوا واصلين مرحله الريكورد بيس والاكلوجر ريم، اوكي نفس الشيء هاي هماتين. بالبدايه كملنا الفيرتيكال دايمنشن، حددت الديستنس بين الابر اند لور جو، هسه لا اريد احدد الريليشن ان هوريزونتال، مثلا الابر جو متقدم عن اللور، متاخر ايش قد متاخر، الرايت والليفت، هاي شلون احددها؟ هاي كلها بالسنتريك ريليشن زين. نجي الاختلاف بالنيدل هاوس تكنيك، راح تكون عندنا الابر امبريشن، الابر ريكورد بيس او الكلوزر ريم ما راح تكون من الواكس، راح تكون من الامبريشن كومباوند. ليش من امبريشن كومباوند؟ حتى اقدر اخلي فور ميتال بوينتر زين اور فور ميتال ستايلي زين. ذني يعني شلون البسامير فور ميتال بوينتر او ستايلي، تدري الكومباوند ريجيد، فمن البيشنت راح يسوي موفمنت وفورس ما راح تتحرك ذني، فلذلك راح استخدم امبريشن كومباوند. بينما اذا اخليه بالواكس زين والبيشنت يسوي موفمنت زين، هاي راح تخلع من الواكس، فلذلك راح استخدم شنو؟ امبريشن كومباوند للابر زين. باللور هي نفسها ريكورد بيس ماتي من الواكس اكلوجر زين. اذا تتذكرون بالمانديبولار موفمنت حاولوا تراجعوا لها زين، قلنا بالهوريزونتال بلين من راح يصير مانديبولار موفمنت ايش راح نحصل؟ راح نحصل دايموند شيب،
فهي نفس الفكرة على هاي الموفمنت أنا درستها راح أسوي ريجستريشن للسنترك. زين أعطي إنستركشن للبيشنت. أول شيء هو راح يبدي من السنترك. هاي الموست ريتروديد بوزيشن هاي هو السنترك ريليشن. أقول له أسوي ماكسيمم ليفت لاترال ديسبليسمنت بعدين ماكسيمم بروتروجن بعدين أرجع ماكسيمم رايت لاترال ديسبليسمنت بعدين يرجع السنترك. فهاي الفورمتال ستايلي راح يرسم لنا هذا الدايمون شيب على اللور. زين فأنا راح استفاد أعرف بين هاي النقطة هذا الموست انتيرير بوينت هي هاي السنترك ريليشن وعلى أساسه أقدر شنو أنقلها للارتيكوليتر. فبهاي الصورة أنا سجلت شنو سجلت الهوريزنتال ريليشن. زين هم السنترك سجلتها وهم الإكسنترك هم سجلت اللاترال الرايت والليفت وهم البروتروجين. إذن هاي الميثود النيدل هاوس تكنيك راح أسجل لنا السنتريك and إكسنتريك ريليشن بين الماكسيلا and ماندبل. زين نجي الأذر تكنيك يسموها باترسون تكنيك. طبعا لحد الآن نذكركم هاي يسموها فانكشن ميثود تعتمد على الفانكشن موفمنت للماندبل. زين قلنا السنتريك ريليشن يصير بها تشوينج عملية تشونج يصير بمن بالسنترك. إذن بالباترسون راح نستفاد من هاي النظرية بأن تشونج راح يكون عين. فش راح نسوي؟ طبعا هنا الريكورد بيس والكلوزر راح تكون من الواكس. بس الفرق شنو اللور ايش راح اسوي؟ راح اسوي ترنش. ترنش شلون؟ مثل السلكس مثل الجروف. هذا الترنش ايش راح اسوي؟ راح اخليه بي ميكسينج. اسوي ميكسينج بين البوماس والبلاستر. اوكي اخليه اكثر من الفيرتيكال دايمنشن. يعني طبعا هنا الفيرتيكال دايمنشن طبعا دائما الفيرتيكال دايمنشن لازم انا احدد محدد لي قدام قبل ما اخذ السنتريك ريليشن او الهوريزونتال ريليشن. زين فراح اعتمد على الثيوري اوف تشونج. فانا مخليه اكثر من الفيرتيكال دايمنشن. راح اعطي انستراكشن للبيشنت اقول له سوي تشونج. زين هذا الميكسشر يسوي تشونج. هو عد ملبسي مسوي انسيرشن للابر أكلوزر ريم وللور أكلوزر ريم. بس اللور أكلوزر ريم إيش بيها؟ الأبر ما ألعب بيها هي نفسها نفس اللي اشتغلتها. بس اللور أنا سويت هذا الترنش هذا الجروف وخليت هذا الميكسشر أوف بلاستر يعني تقدر تقول ريكوردينج ماتيريال وأقول له سوي تشونج للبيشن. فالبيشن راح يبقى يسوي تشونج تشونج تشونج. إحنا قلنا من يصير تشونج للماندبل شو راح يصير به؟ الكوندايل راح يروح بمكانه اللي هي مكانه شنو مال السنتريك ريليشن. فهو من يسوي تشونج يوصل للبري ديتيرمايند فيرتيكال دايمنشن انت اللي محدده. من راح ينزل هاي الماتيريال مو راح يسوي لها تشونج راح تنزل للفيرتيكال دايمنشن انت اللي حددتها لي قدام. ايش راح يصير؟ راح يسوي راح يعطينا الشكل الكيرف of occlusion. طبعا هسه ناخذها بالتفاصيل من نوصل للاكلوجين. راح يعطينا النورمال كيرف اوف اكلوجين فور ذس بيشنت لان هالبيشنت هو سوى تشونج. زين فالانتير عندنا راح يحدد لنا الانتير بوستيرال كومبنسيتنج كيرف والميديو لاترال كومبنسيتنج كيرف. فراح تحدد لنا علاقه الماندبل بالماكسيلا من خلال عمليه التشونج زين اكوردنج تو ذس كيرف اوف اكلوجين عندنا من الانتيرا للبوسي. هذا هاي قاعد اشوفه من الساجيتال فيو. زين هذا لاترالي من الجانب راح احصل الكومبوسيتيكر بهاي الصوره. شوف شلون سوى التشونج. هاي كانت الماده اللي هنا انا خليتها فلات. البيتشن سوى تشونج. طبعا الكونتاكت بتوين ابر اند لو راح يسوي لنا كير. هو شنو الكومبوسيتيكر؟ خلينا نرجع لكم حتى للدخون شنو الكومبوسيتيكر. هذا الكونتاكت بتوين الابر واللوار راح شي يسوي لنا راح يسوي لنا لاين. خلنا نرسمه. زين هذا اللاين. اوكي هذا نسميه كومبنسيتنج كيرف. اوكي طبعا هذا اللاين ما يكون ستريت بالنورمال. راح تشوفون قاعد يصير سلوب من انتيرا لبوسيرا. طبعا هاي قاعد نشوفها من من الساجيتال من اللاترال فيو. هماتين من في ذلك نسميه شنو هاي من الانتيرا لبوسيرا بوسيرا. طبعا اذا اشوفه ميديو لاترال من الفرونتال فيو هماتين اذا هم يرسم كيرف. زين هذا يسموه هم كومبنسيتنج كيرف هم شيء يسموه ميديو لاترال. اوكي فلذلك انا بهالصوره راح احصل شنو بالمثال مال باترسون تكنيك
بالباترسون تكنيك راح احصل شنو الكومبنسيتنج كيرف، هو هذا راح يحدد لي الريليشن بتوين ماكسيلا اند مانديبل. طبعا انا من حصلتها ارجع اقول للبيشنت يعني سوي الاكلوجن انستريك، وحتى احافظ على العلاقه شو اسوي، اجيب متل ستابلز زين حتى اثبتها الريكورد بيس بتوين الابر اند لور. طبعا هاي نفس مال الكابسه كلبسات زين حتى اثبتهن اخليه بالرايت وبالليفت، فانا حافظت على الريليشن اني حصلتها زين. طبعا قبل خلينا نكمل السوالونج تكنيك زين حتى ننتقل. هاي وين شايفيه التكنيك؟ احنا اخذناها قبل وين؟ بالفيرتيكال دايمنشن، قلنا هماتين اذا نريد نحصل الدايركت اكلوزال فيرتيكال دايمنشن عليه من نعتمد احد التكنيكات هي السوالونج تكنيك، وذكرنا بوقتها بين هاي تكنيك نفسها هم اقدر اخذ بيها الفيرتيكال دايمنشن وهم اقدر شنو اسجل بيها السنتريك ريليشن. ليش؟ لان بالفيرتيكال دايمنشن بالاكلوزال فيرتيكال دايمنشن قلنا ثيوري مال السوالونج شو تقول؟ ان ذا بيجنينج سايكل اوف السوالونج ذير از سلايت تاتش بتوين الابر، فلذلك انا حددت الفيرتيكال ريليشن. كذلك هسه بالسنتريك ريليشن اللي ذكرنا هو السايت اللي راح يصير بالسوالونج والتشوينج. هسه احنا بالباترسون اعتمدنا على تشونج، بالسوالونج راح نعتمد على سوالونج، فمن راح يصير سوالونج الكوندايل وين راح يرجع؟ راح يطلع يرجع بمكانه الصحيح بالسنتر كورليشن اللي ذكرناه. فلذلك هاي التكنيك اقدر اعتمد عليها هم احصل فيرتيكال اكلوجال ريليشن وهم اقدر احصل السنتر كورليشن. طبعا الملاحظه هاي الفانكشن تكنيك كلها المشكله طبعا هاي مو بس بالكومبليت دنتشر اقدر اطبقها، اقدر اطبقها سواء كان البيشنت عنده دنتشلاس عنده اسنان، هذا الاساس انتوا تاخذون اساس بعدين بالاورثو تستخدموه بالبروستيك تستخدموه بالاوبراتيف تستخدموه بكل البرانش اوف دنتستري زين. بس انتوا بما انه مرحله ثانيه قاعد تاخذون الكومبليت، شنو مشكله الفانكشن بالكومبليت؟ تعرفون الكور بيس removable متحركه، فهاي بالفانكشن هاي كلها قاعد تسوي فورس موفمنت، فاني هاي بالفانكشن هاي الكور بيس راح تتحرك وراح تعطيني inaccurate ريليشن زين. الماندبل قاعد يتحرك يسوي فورس، هاي الكور بيس موفابل مو ثابته زين. فلذلك ذني قليلات يعني الصراحه تستخدم حاليا زين، لان راح يصير موفمنت بالريكورد بيس سواء الابر اند لور وراح تعطينا inaccurate maxillomandibular ريليشن. نجي للاذر تايب يسموها الجرافيك ميثود زين. طبعا من اسمها ليش اسمها جرافيك؟ جرافيك يعني تخطيطي، هاي راح تعطينا رسم تخطيطي فسميناها جرافيك ميثود زين. هاي تعتمد على رسم زين، فمن خلالها نحدد السنتريك ريليشن فيسموها جرافيك ميثود. الفكره مالتها، الفكره مالتها شنو؟ سواء الابر اند لور يعني مو الا بهاي الصوره، يجوز بالعكس. مثلا هنا على هاي الصوره عندنا بالابر الريكورد بيس ايش عندنا؟ عندنا تريسينج تيبل، هاي تيبل نرسم على شلون الورقه اللي نريد نكتب عليها، هاي يسموها تريسينج تيبل. وباللور عندنا النيدل بوينت، هاي عندنا هذا هولدر منتصفه النيدل بوينت مثل القلم، يعني هذا القلم راح يرسم على هاي التيبل. ايش نرسم؟ الموفمنت مال ماندبل، هاي كلها ترجع للمحاضره مال الموفمنت مال ماندبل راح تفتهمها بالضبط. بالنسبة لهاي التيبل أما نخلي عليها كاربون، كاربون حتى يبين الرسم، أو نخلي عليه واكس حتى يبين الرسم اللي قاعد يسويه الماندبل. طبعا هو الموفابل بارت هو الماندبل زين. فهسه راح نخلي الهاي بالأبر التيبل، وباللور وباللور راح يكون البوينتر أوكي. فراح نعطي instruction للبيشن يقول له سوي the most retroded position اللي هي centric relation maximum right lateral displacement maximum protrusion يعني قاعد نسجل هم centric وهم قاعد نسجل ال eccentric relation. فلذلك هذا اللي تريسك بما صار نفس الشيب of the arrow يعني راح يعطينا شكل ما سهم فيسموه arrow point tracing أو يسموه Gothic Arch Tracing. طبعاً إذا طبعاً هذا المرة يكون Inside طبعاً بيه Two Type يكون Intro Oral قاعد شوفوها Inside Patient Mouth، ومرة عندنا Extra Oral زين. بالنسبة إذا كان Intro Oral
وكانت طبعا بالانترول اكيد تريسنج بليت لازم اخليه بالابر لان باللور ما اقدر اخليه اكو تانك، فاخلي النيدل بوينت باللور زين حتى هنا اعطي مكان للتانك ما يعارضني، بينما بالابر ما راح اقدر اخليه باللور ما اقدر اخلي التيبل تريسنج بليت زين. فبما انه الابر بالتريسنج بليت الاتجاه السهم لي وين راح يكون؟ راح يكون انسايد للبوستيرير، فاذا البوينت مال السنتر راح تبدي مين زين من البوستيرير، والمال بروتروجين لان هنا راح يبدي الماندبل هنا هاي بالبوستيرير راح من يتحرك الماندبل راح، بينما اذا انا استخدمت الاكسترا اورال الاكسترا اورال بالاكسترا اورال بالعكس التريسنج بليت راح تكون ماونتد لللور ريكورد بيس زين، والأبر راح يكون بي النيدل بوينت يعني القلم اللي راح نرسم به. أوكي هاي هنا أنا مخلين واكس بلو واكس زين، هناك خلينا كاربون كاربون وهنا أنا خلينا بلو واكس، ماكو يعني ماكو مشكلة، المهم حتى نحصل هذا اللي تريسك مالتنا. أوكي هنا أنا بما أنه صار بالعكس البليت صارت باللور راح ينعكس السهم، هناك السهم كان لي جوا للداخل، هناك السهم راح يكون فورورد، فالبوينت مال السهم هي راح تمثل لنا السنتريك ريليشن. طبعا المفروض احنا نعطي انستراكشن للبيشنت حتى يسوي الموفمنت الصحيحه، لان اذا ما طلع لنا شارب اذا المفروض يكون شارب ارو يعني السهم بي شارب، اذا ما طلع بهذا الشكل اذا الموفمنت غلط، اذا الريليشن مالته مو صحيحه، فلازم نعطي انستراكشن للبيشنت يسوي الموفمنت الصحيحه حتى حصل من عندنا الريليشن الصحيح. طبعا هذا انا حصلته من البيشنت ماوث، ارجع اخليه على الارتكليتر، وبالارتكليتر راح امشيه يعني اسوي له ادجستمنت هنا الذني الانجل اخليه يمشي على ذا سيم ارو انا حصلته من البيشنت ماوث، فراح اسوي ادجستمنت للارتكليتر اكوردنج تو ذيس ريليشن زين، يعني بروجرامينج راح اسوي بروجرامينج راح اسوي بروجرامينج للارتكليتر according to this relation. فهاي كلها بما قاعد تشوفون كلها رسم تريسينج، فسميناه graphic method اللي هي graphic يعني مخطط زين او رسم، هاي تعتمد البروسيجر تعتمد على التريسينج. كذلك هاي البروسيجر قليلة تستخدم بالكمبيوتر، هم ماتين بيها movement احتمال يصير بيها movement للريكورد بيس، وهم تعطينا inaccurate relation زين. نجي على الموست كومون ميثود يوزد اند ايزي وان زين، هو يعني ما سوينا ما بيها الفانكشن يعني ما راح اسوي ديسبليسمنت ديسلوجمنت يعني ما راح اسوي حركه بالريكورد بيس، فنقدر شويه نعتمد عليها بس طبعا ما يعني اكثر شيء سوينا ريجستريشن للسنتريك جو ريليشن، هي هم نسوي للإكسنتريك بس الإكسنتريك طبعا اذا ترجعون عندنا بالفيسبوك عندنا البانتوغرافيك، هذا هسه ان شاء الله نجيب الإكسنتريك هو يفيدنا بالريكورد الإكسنتريك جو ريليشن. هسه احنا بعدنا حاليا بالسنتريك، هاي ايش تعتمد التكنيك زين، هاي اول شيء انا بالبدايه مكمل الفيرتيكال دايمنشن زين، انا الفيرتيكال اكلوزال فيرتيكال دايمنشن مكمل مضبطه. اوكي هسه يبقى اريد اسوي الهوريزونتال ريليشن زين، اريد اخذ الماندبل للماكسيلا بالسنتريك زين، اول شيء راح اسوي في شيب نوتش بالابر وباللور، وراح استخدم ريكوردينج ميديوم زين، استخدم ريكوردينج ميديوم راح يدخل بهاي الفي شيب نوتش، وراح اسوي جايد للبيشنت بحيث يرجع الماندبل زين بالسنتريك، بحيث يرجع الكوندايل ماتي ويا ديسك بالسنتريك ريليشن، واخليه يعض على هاي الماتيريال انا اللي خليتها اللي يسموها ريكوردينج ماتيريال انتر اكلوزال تشيك ريكورد، يسموها انتر اكلوزال تشيك ريكورد زين، واخليه يسوي بايت عليها ويبقى يسوي بايت عليها لحد ما يصير بيها سيت للماتيريال، وراح تثبت العلاقه عندي بين الابر اند لور جو، هاي تمثل لي الابر اند لور. ليش يسموها تكتايل او انتر كلوز؟ لان تعتمد على السنسيشن مال البيشنت وال اوبريتر. اوكي يعني لان هاي يعني بيها فاريشن يعني هاي فقط الاكسبيرينس عنده اكسبيرينس يقدر يحصل الريبيرتابل ريكوردابل
سنتريك ريليشن زين، يعني الانك اكسبيرينس ما راح يقدر يحصل السنتريك ريليشن، يعني يراد لها تريننج حتى الاوبريتر يقدر يحصل لنا الكوركت بوزيشن اوف ذا ماندبل ان سنتريك. هسه احنا راح نعطيكم اياها شلون نخلي الماندبل، شلون اقدر اخلي الماندبل بالسنتريك. الميثود هسه راح نشرحها، بس هذا مو اي واحد يقدر، لازم يكون مور اكسبيرينس حتى يقدر يخلي البوزيشن الماندبل بالسنتريك ريليشن. طبعا هاي شنو التايب مال ماتيريال نقدر نستخدمها؟ نقدر نستخدم واكس، نقدر نستخدم بلاستر، زينك اوكسايد ايجينول، سيليكون، بولي ايثر، ذني يسموها بايت ريجستريشن ماتيريال. زين طبعا شلون الميثود فور اسيستنج بيشنت اور تو رترود الماندبل للسنتريك ريليشن؟ انا اريد اخلي البيشنت اسوي له جايدنس حتى يخلي يرجع الماندبل مالته بالسنتريك. زين there is many method, one of them most common. زين هاي هنا شفتوها، هاي يسموها finger chin guided method، يعني by one finger زين I guide the mandible then from the chin to retruded position. Retruded position هو eccentric position. اوكي okay. اقدر اسوي له جايد كذلك يسموها by manual by two hand. زين I stand behind the patient زين and slightly push the mandible backward upward backward upward حتى احصل السن. طبعا المفروض هي مو عملية فورس، ما استخدم فورس، مجرد اريد اخلي البو، يعني مرات تسوي فورس الماندبل يصير بيرترودد، يعني يرجع اكثر من السنتريك ريليشن. احنا عرفنا السنتريك ريليشن موست سوبيريور انتيرير مو بوستيرير، موست سوبيريور انتيرير. فانت هنا مجرد تريد تسوي جايد حتى ترجعه للسنتريك ريليشن. زين بعد اقدر اعطي انستراكشن للبيشنت حسب الموفمنت مال البوردر موفمنت مال الماندبل، اعطي انستراكشن يسموها يا بوس سيريس ستريتش اكسرسايزز. زين حتى اسوي له تريننج حتى يقدر يخلي الماندبل بالسنتريك. اول شيء اقول له اسوي اوبن ذا ماوث وايدلي اند ريلاكس. زين اقول له ماكسيمم ليفت، ماكسيمم بروتروجن، ماكسيمم رايت لاترال موفمنت. بعدين نقول له سوي لل سوي للريتروجين بوزيشن حتى يحصل لنا السنتريك. زين هاي اسوي له اكسرسايز للبيشنت حتى اقدر يخلي الماندبل بالسنتريك ريليشن. طبعا نقدر كذلك كونستراكشن نقدر نحصل، نقول له ريز يور تانج زين اند تراي باي ذا تيب اوف ذا تانج تو تاتش ذا بوستيرير بوردر اوف ذا ريكورد بيس. يعني بين قوسين اقول له ارفع لسانك وحاول بالتيب اوف يور تانج تو تاتش ذا بوستيرير بليت، يعني تاتش للبوستيرير بليت. فهو من راح يرفع لسانه وتاتش ذا بوستيرير بليت اند كلوز راح يرجع الماندبل ريترودد ويرجع الكوندايل بالسنتريك ريليشن. طبعا نقدر هماتين نسوي تلتنج للبيشنت. زين البيشنت ينام لي ورا على مود المصل يصير بها كلها يصير بها باكورد سترتشنج. المصل هي اوتوماتيكيا راح تنسحب باكورد. زين يعني تلت الهيد اند نيك باكورد، فالبيشنت بعد ما يقدر يسوي بروتروجن للماندبل، بالعكس راح يصير له اسهل للبروتروجن، فراح يرجع لي ورا راح نقدر نحصل السنتريك ريليشن، يعني الماندبل البوزيشن مالته راح يكون بالسنتريك. طبعا اكو بعد جايد للدنتست يسوي جايد للبيشنت من خلال يسوي بريشر على المولار اريا زين واسك ذا بيشنت تو كلوز، فهو اوتوماتيكيا راح يحاول يرجع الماندبل. زين يحاول يرجع الماندبل او انت تعطي انستراكشن بدون تاتش، قول للبيشنت ريلاكس زين and try to pull your mandible backward، يعني انت قول له حاول ترجع الماندبل ماتك لي ورا. زين هو اوتوماتيكيا طبعا هاي تعتمد حسب انت ماكو يعني the same vertical measurement there is no one precise method.
you must miss matching between 2 to 3 method وشوف راح يعطيك الريكوردبل ريبيتابل ريكورد. اذا ريبيتابل ريكورد كل مره قاعد تصنع نفس الشيء اذا الريكورد مالتك صحيح. فانت لا تعتمد على تكنيك واحد, سوي ميس ماتشنج اكثر من تكنيك حتى تتاكد بان الريكورد مالتك صحيح. او تقول له للبيشنت حاول, هو طبعا الماكس اللي ثابته فانت ما راح تقول له حاول بوشنج ابر جو, فهو ايش راح يسوي؟ راح يسوي باكورد للماندبل هماتين. طبعا اكو تكنيك اخير اللي هو اخلي بتوين الابر اند لور كلوزر ريم اخلي سيلولويد ستريب, سيلولويد ستريب. فهاي سيلولويد ستريب زين راح اخلي اقول للبيشنت تراي تو كيب ات بتوين ابر اند لور كلوزر ريم, يعني هو راح يسوي بايت عليها وانا راح اسوي احاول اسوي شنو بوشنج حاول اسحبها للسيلولويد ستريب. فهو من يريد يحافظ عليها ما تطلع بتوين الابر اند لور ريكورد بيس ايش راح يصير للمانديبل مالته؟ راح يصير ريترودد, راح يصير باكورد, راح يرجع للسنتر كورليجن. فاني هن كلهن الميثود حتى نحاول نخلي, لان انا السنتر كورليجن ما حصله اذا ما قدرت اخلي البيشنت يخلي المانديبل مالته بالسنتريك بوزيشن. من يخلي البيشنت مالته المانديبل بالسنتريك بوزيشن انا راح اقدر احصل الكوندايل بالسنتريك ريليشن وراح اقدر احصل الماكسيلو مانديبولار ريليشن ان سنتريك. ها كله يخص السنتريك ريليشن ماكسيلو اند مانديبل. بعد عندنا شيء يسموه الاكسنتريك, اكسنتريك ريليشن. الاكسنتريك ريليشن هي ريليشن المانديبل تو ماكسيلو اذر ذان السنتريك ريليشن. هي سنتريك ريليشن واحده ما تقبل غلط. السنتريك ريليشن قلنا الكوندايل والارتيكولار ديسك يكون موست انتيير سوبر بوزيشن اللي هي راح نعتمد عليها كرفرنس اللي يصير بيها تشوينج. اذر ذان ذس ريليشن يسميها اكسنتريك ريليشن, نسميها اكسنتريك ريليشن. ان جنرال احنا قلنا قسمناها البروتروسيف الفورورد موفمنت واللاترال اللي هي ليفت ورايت. احنا ما راح ندخل كلش بالتفاصيل مال اكسنتريك ريليشن بس احنا راح نعطيكم الموست كومون زين, الموست كومون يعني نستخدمه للسيمي ادجستبل ارتكوليتر الهانو ارتكوليتر. الهانو ارتكوليتر زين البروتروسيف انا راح اسجل دايركتلي البروتروسيف. هاي البروتروسيف شيء شيء يعطينا الهوريزونتال كوندايل انكلينيشن, ولا ترى راح اخذه اندايركتلي من خلال this equation this formula. اوكي فانا البيشنت راح اعطيه انستراكشن يسوي بروتروجن. اوكي ماكسيمم بروتروجن راح اسجل هاي ماكسيمم بروتروجن, اجي انقله على الارتكوليتر فراح احصل الانجل مالت من راح احصل الانجل مال الهوريزونتال كوندايل انكلينيشن. هاي الانجل مال الهوريزونتال كوندايل انكلينيشن ادخله بهاي المعادله راح احصل اندايركتلي اللاترال كوندايل انكلينيشن. بالنسبه هاي للسمي ادجستبل, الفولي ادجستبل لا راح يطلع لي مو بس الهوريزونتال كوندايل حتى اللاترال. راح نقدر من خلال اذا ترجعون للفيسبوك عندنا قلنا بالفولي ادجستبل للتايب اوف ارتكوليتر العفو راح عندنا البانتو بانتوغراف هذا لا راح يسوي لنا التريسينج فول اتش دي يعني 3 دي. يعني هسه احنا هنا التريسينج بالجرافيك ميثود هسه بقى هنا بالجرافيك ميثود سمحونا ايه بالجرافيك ميثود احنا مجرد سوينا 2 دايمنشن بس السنتر 2 دايمنشن, بينما هناك بالبانتوغراف لا راح يسوي لنا 3 دايمنشن يرسم لنا بالهوريزونتال وبالساجيتال وبالفرونت 3 دايمنشن راح يرسم لنا, وعلى اساس هاي نستخدمه فول ادجستبل. بس قلنا احنا الفول ادجستبل نوت يوزد او ديفيكولت يوزد يعني للكومبليت دنتشر زين, قلنا فور ستدي ريسيرش اور فور كومبليكيتد كيس. احنا بالكومبليت دنتشر راح نستخدم السيمي ادجستبل. فالاكسنتريك ريكورد فقط نحتاج البروتروسيف ريكورد اللي هي من خلالها اقدر اطلع اللاترال كوندايلر انكلينيشن. هاي اذا ترجعون هاي طبعا درسناها بس حتى نربطها الهوريزونتال كوندايلر انكلينيشن هذا من يصير بروتروجن ان من راح الماندبل يصير بروتروجن الكوندايل ايش بيه هذا الكوندايل راح يصير بيه هذا البروتروجن. فاي هاي الانجل راح احصلها هاي الانجل راح احصلها
زين هي ايش نسميه horizontal condylar angle، بينما الحركة lateral الكوندايل من يتحرك laterally زين، وهاي هماتين ويا الانتيرو بوسيا هم راح احصل انجل، هاي الانجل ما راح احصلها دايركت من خلال هاي الايكويشن. انا مثلا حصلت هنا الانجل قلت 30 اندايركتلي اللاترال قلت طلعت هنا 16، فلذلك انا يعني بالهذا الهوريزونتال مجرد احتاج نسوي بروتروجن زين، من اسوي بروتروجن راح احصل اللاترال كوندايل جايدنس من خلال هاي الايكويشن زين. طبعا هسه انتوا قاعد تشوفون هنا الباثوي مال الكوندايل مال الارتيكوليتر شبي ستريت فلات، بينما اذا نرجع للاناتومي هاي الارتيكولار ايمينس مو فلات مو ستريت بها كيرف زين، يختلف عن الارتيكوليتر. فلذلك بسمي ادجستبل اني اذا اختار هذا يعني ما راح اسجل الهوريزونتال كوندايل ان بريسايز لان الباث مال انسيرشن، بس هذا مو كلش امبورتنس بالنسبه للكومبليت دنتشر، لان بالكومبليت دنتشر عندنا سوفت تشو فليكسيبيليتي نقدر يعني تعوضنا على هذا الايرور البسيط اللي صار. بس بالفولي ادجستبل من انا استخدم الكومبليكيتد كيس مثلا بالريستوراتيف لا، انا احتاج مثلا حتى الشيب مال الباث واي هاي يسموه اس شيب، بالنورمال يسموه اس شيب كوندايلر جايد جايدنس، بينما هنا حصلت ستريت هسه هذا صار ستريت بينما هذا اس شيب زين. بالكمبليت يعني نوت بروبلم، بس انت ان شاء الله اذا مثلا بالكومبليكيتد كيس زين انا احتاج ذا اكزاكتلي وانا مستخدم فول ادجستبل ارتكيوليتر لازم انا اريد بالضبط نفسه اسوي. طبعا اقدر اسوي زين this the exact patient اذا انا مستخدم شنو full adjustable articulator اقدر اسوي customize for this patient by acrylic، شلون من احنا سوينا special tray by acrylic customize this اقدر كذلك اسوي لها customization. هنا ما راح يكون اكو pathway بهذا الarticulator full adjustable، راح انت تخلي acrylic زين واني الregistration اللي ماخذها من بنتا tracing راح اجي اشد البنتا تريسنج على الارتكوليتر واخلي اكريليك واسوي موفمنت للارتكوليتر على اساس التريسنج اللي حصلته من البيشنت. ايش راح ارسم هنا؟ ايش راح يصير بمكانه؟ بالضبط بالضبط راح ارسم الباث واي فور ذا بيشنت، يعني بين قوسين اني الفوسه بين قوسين الجلينويد فوسه او المانديبولار فوسه مال البيشنت بالضبط راح ارسمها، راح اخذ باعتبار اخذت لها امبرشن. فهسه هاي راح تشوف الدايمنشن بالضبط الشيب مال الكلينويد فوسا مال البيشنت سبيسيفيك فور ذيس بيشنت، هاي فقط بالفولي ادجستبل ارتكيوليتر اقدر احصلها زين. طبعا هذا الدفرنس قلنا يعني هي هاي الدفرنس مالتها، بس احنا بالكومبليت دنتشر احنا مجرد ان نعطيكم معلومه زين، لان احنا بالكومبليت دنتشر قلنا الفولي ادجستبل ارتكيوليتر يعني نوت يوز يعني ما راح نوت انديكيتد، احنا راح نستخدم السيمي ادجستبل ارتكيوليتر ف اتس نوت فيري كريتيكال تو يوز ذيس تايب، كان بي يوز ذا ستريت كوندايلر جايدنس اتس نوت فيري كريتيكال زين. وفقط نحتاج احنا بالسيمي ادجستبل هاير فور اكسنتريك ريكورد نحتاج ذيس بروتروسيف موفمنت زين. هسه المحاضره لحد الان كلها ريجستريشن الماكسيلا ويا الماندبل ان هوريزونتال بلين بالسنتريك والاكسنتريك ان بروتروسيف والرايت والليفت. فشكرا جزيلا طلابنا.